الساعة 7 بالظبط بدأ ماتش الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية. المباراة انتهت 3-0 يعني للزمالك، الأجوان جابها حمزة المسلوسي، سامسون ومصطفى شلبي. مباراة الذهاب كانت انتهت هنا في مصر بالتعادل السلبي. طبعا ألف مبروك للزمالك الصعود لنهائي البطولة الكونفدرالية بمجموع المباراتين، والزمالك في مباراة النهاردة استعاد لعيبة أساسية ومهمة كانوا غايبين في مباراة الذهاب زي احمد سيد زيزو اللي هو واحد من اهم اللعيبه في مصر، كمان احمد فتوح، عمر جابر. مهم يعني مبروك للزمالك التاهل للنهائي، ويا ريت نادي الزمالك ولاعيبته وادارته يقفلوا بقى صفحه الكونفدراليه مؤقتا ويركزوا على بطوله الدوري ويستغلوا الفوز الاخير في الدوري على الاهلي ويكملوا كده بنفس المستوى، يعني ونلاقي عندنا منافسه بين قطبين الكره المصريه لان ده في النهايه هيصب في مصلحه منتخب مصر. الزمالك دلوقتي في انتظار الفائز من مباراه اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي، وعارفين انه مباراة الذهاب بينهم ما اتلعبتش بسبب المشاكل السياسية ما بين المغرب والجزائر. الاتحاد الافريقي اعلن احتساب نتيجة المباراة بفوز نهضة بركان 3-0 بسبب تعنت الاتحاد الجزائري في الافراج عن تيشيرتات فريق نهضة بركان، فاتوقع ان فريق نهضة بركان هيكون هو الطرف الثاني في نهائي الكونفدرالية لان اتحاد العاصمة مطالب انه يفوز اكتر من 3-0 في المغرب، وطبعا ده صعب ولكن برضه مفيش مستحيل في الكورة. إن شاء الله الزمالك يفرحنا ويفوز بالبطولة ويعوض جماهيره الفترة اللي فاتت، وبطولة السوبر الأفريقي تكون بين الأهلي والزمالك ونشوف كده مباراة حلوة زي اللي شفناها في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 2020.